احنا جينا 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 الليله احنا جينا 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 الليله احنا جينا 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 الليله احنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحله والمزارع في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك القريه والمدينه في مدني او في حلفه في بورسودان وشندي كدقلي والابيض نياله والجنينه وعبر الحنينه الليله نحن جينا 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 الليله نحن جينا 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 الليله نحن جينا 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 قناة الشروق ترحب بكم برنامج مسرح في الهواء. الليلة حنطرح موضوع من افتكر انه مهم جدا جدا وعايزين انكم تشاركونا فيه. اذا حسيتوا في اي لحظة ممكن تخشوا معانا في التمثيلية والعمل اللي حنقدمه مرحب بكم. اذا بعد ما التمثيلية انتهت وبعد ذاك دارين تقولوا وجهة نظركم في الموضوع برضو مرحب بكم حبابكم. اخونا ابراهيم خضر كوميك واخوتنا سامية عبد الله بنت العرب واخوكم محمد المهدي الفادني والاستاذه الغديره الممثله الرائعه فايزه عمسيف. كيف يما اصبحتي؟ افضحك بالخير يا ولدي. تمام؟ الحمد لله الا شويه عيانه كده. والله ربنا يديك العافيه ان شاء الله. الله يبارك فيك يا ولدي. محتاج اي حاجه عشان انا دار امرك؟ الحمد لله ما انا محتاج بس خلي لي المويه دي جنبك انا عطشت نشرب. حاضر. يا ولد بكلمه ووصيه عليك. سامح ابوك. قول له يا جنى حبوب تديك انا اي حاجه تمشي تودوها لها سريع. كتر خيرك يا ولدي ما قصرت فيني ما يقصرن ايامك ان شاء الله. ما واجب يا حجه ده واجبنا. أي والله قايم بواجبك سامح والله. الله يكرمك احنا بس دارين عفوك ودارين رضاك ودارين راحتك. عافية منك ورضيانة عليك يا ولدي. عافية منك. عافية منك. تسلمي من كل بل ان شاء الله. الله يبارك فيك يا ولدي. اها فكرتي في الموضوع اللي قلت لك عشان انا داير اسافر وبعد لي يعني ايام كثير احتمال شهر احتمال يوم واخذ لي شهر ونص 45 يوم عشان ناس الشغل مصرين قالوا انا لازم امشي البعثه دي ولازم امشي الماموريه دي. امشي يا ولدي. وانا والله بصراحه ما داير اخليك وراي تتعذبي وما تلقى لك حته تقعدي فيها والاولاد ديل انا ما واثق فيهم. عاد نصب فينا ولدي. فكرتي تشوفي ولدك ولا بنتك؟ والله بنتي دي ما يها بنتي وجنايا ما بتقصر فيني بحاجه. نعم. لكن يا ولدي كان جيت من نصيحه راجي لك كعب. كعب كعوبيتا. راجي لك كعب؟ كعب بس شفته يعني كان وانا جوله حساسه من اجي داخل البيت. هاي. شي قنتي. هاي. وشي حضران. هاي. وشي كدي شنو كدي شان كدي ما برضى امشي اقعد معاها يومين وثلاثه. ممكن امشي اقعد معاها يوم كده ساعات واجي راجعه ما باها لكن وهي ما بتابعني الا راجي لها كعب 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 راجي لها يا ام راجي السواد والرمال. لا ويحمل لك عدي لها يما يحمل لك انت؟ اي والله يحمل لي عدي راجي لها كعب ما بدور الناس. هل بودينا ولا دي شنو انا غني بتلطش عنده هناك ما بقدر. نحن بنعرف انه البيت دائما بتكون هي مع امها وكذا. اي بالحيل. ما زي الولد. اي ما ما بيعرف. كان بتريحك اكثر. اي بتريحني لكن راجله كعب كعب جنب راجله ما بدوري. ربنا يسامحه. ربنا يسامحه. ربنا يسامحه. كان امه ما بسوي كذي. بس وما الا عشان دي ما امه عشان انت ما امه. بالحيل وما بدور اخرب بيت بيتي. امي ساكت كده عشان نبقى في مشاكل ثاني وحاجات زي حشاك انت يا امي حشاك انت تخرب البيوت. اي ما بدور ما بتخرب البيوت انت حشاك والله. اي سامح ولدك رايك في شنو؟ ولدك الثاني اللي اسمه ابراهيم ده. ابراهيم ده والله الله يديه العافيه ويطول عمره والله ما مقصر مني رغم مشاغله وحاول يعني في عيشه وليدات وكل لكن مرت وريته يا يما مرت السواد حتى هي والرماد. المرة كعب تنكو عوبيتا كمامش الموية دي تج تتجها لي الصينية اللي تلغدا تج تتجها لي الشاهي والقهوة بتديني لي مسيحة ولدي تجيب لي شنو قال التمر اشرب الشاهي والقهوة انا عندي شنو شنو للتمر التمر انا عندي شنو يا ولدي عندي شنو للتمر يا ولدي كعبة
والله غايتها يما ربنا يسامحها بس غايتها. ايوه تشيل في الولادات وتخبط وتضرب لوت 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 لوت. تنفشى تنفشى في الاولاد. تنفشى ما بتدورني كل كل لكن ابراهيم ريت ابراهيم السرور ولدي. ما مقصر مني بحاجه والله يوقع والله حق الزول يكلم هو كان عارفها. لا 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 والله دقيقة ما تقعد معاه. لا يا ولدي أنا ما بدور خربان البيوت أخرب بيت ولدي وأخرب بيت بنتي لحاشا لحاشا ولدي. أوعى يكون بتخوفه. أظنها بتخوفه ما بعرف عاد كان بيني ما بينهم هم براون الاثنين ما بعرف أظنها بتخاف مني إلا قدامي كلمات لكن مرة تنجينا بوقعة بلا حول ولا قوة إلا بالله. كل حاجه نهيري ونهيري فيني. أنا عرفت أحمل ليك زي والله عرفت كان حملت تجي لي الحاجة تب قال لك للفتون المويه دي قلت دايره مويه 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 انبح انبح بعد مسافه والله سمع ضامي دي تفتح الماسوره كان يفتح يجيب لي المويه من الماسوره تفتح المويه الحاره اي والله المويه دي حقتها هي حقت ولدي كنت حقت ولدي وتلج ولدي وثلاجه ولدي الكهرباء والمويه والبيت كله والله ده حق ولدي لكن يا كافي البلد حايد المحل مره كعبا مره جنبه وانا ما بدور اخرب بيت ولد ابراهيم عليك النبي شوف العزه العزه اللي جات المره دي العزه كله براها بس خلاص براها بس براها بتضايق من نضيق شديد خلاص والله يا يما أي. والله يا يما اسمع الحليفه دي انا كان عندي قروش أي. زي قروش ابراهيم ولدك ان شاء الله ربنا يزيد وما اخوي ان شاء الله ربنا يزيد والله ما قاعد يقصر ربنا يزيد لكن والله انا كان عندي قروش زيه والله اول حاجه اوديك الحج ما قصرت طبعا وثم ثانيا اوديك الدكتور الغالي محقق له قروش الغالي عشان عاجلك علاج تمام كتر خيرك وكان عندك كلام يا ولدي كتر خيرك ما قصرت عندك سكر انت يا يما احمد الله ما عندك ما عندي سكري ولا عندي دغيط ولا عندي اي حاجه طيب وطيب المرة دي وكنت انت ما عندك سكري تديك الشاي مسخ يعني اي والله مسيح كني كيتن عليك دي ده تقول لي سكر ما في والسكر راقد في فضل البيت تجيب لي التمر وتقول لي هاكو لي انا وين اسمي من الباكل بهي التمر يا ولدي عندي سنون انا للتمر انا ما عندي سنون للتمر والله عدم الذوق والله عدم الذوق ده بس قسموه شالته هي كلها اي والله اي والله يا ولدي ما بدور خرب انا البيوت ماني ما خربت بيوت اولادي بنتك عرفناه أيوة. ده حق راجلها انت أيوة. حساسه لكن أيوة. ولدك ده المفروض ده مو بيت. عارف مو عارف شيء كان عارف ما بخليها وانا ما بدور اكلم واخرب البيت هسه انا سمرتي تقول لي تحمل لك ولا تسمعك لا كلام لا. ولا حاجه لا لا ولا ان شاء الله اتفضلي اتفضلي هذا ده انا ما بدور خراب البيوت ده انا ماني دايره يا ولدي لا هو ما داير وزول ما داير امي انا يدورني انا ما عليك يا ولدي سايرين النسوان اصيلين بقن كده ده ما بدور انا النسابه طوالي مع النسابه هن في شكل خلاص زي ما انت غايته بديت تفكري لحد ما انا امشي وجهي هذا الله يديم ولا برا وديك وديك الله ضربي غادي احسن لك بتريحك شويه خلاص خلاص قوم راح اقوم راح كاكا راح احاول راح كا راح كا بارك الله فيك يا ولدي وجزاك الف خير راح كي راح كي يا غادي راح كا الجماعة ما وصلوا لحد الآن أنا أفتكر يا سيد يا غالي أنا جماعتكم هنا ليه؟ وين البقية؟ يا ناس صلاح أنا وجهت الدعوة لكمية من الناس ومن المفترض يعني تعالي انت هنا بجاي تعال أقول لكم حاجة فكرة وجود دار للمسنين فكرة هي جد يعني مخيفة ومرعبة وفي نفس الوقت مهمة جدا يعني أنا بقول إنه أي مسن من المفترض إنه طالما هو أعطى وطالما إنه هو قام بواجبه كاملا وقدر استطاع إنه ابن بيت ويسكن أسرة ويقعد فيها الأسرة ويتربوا أحسن تربية ويتعلموا أحسن تعليم لابد أن يراعى لابد أن يراعى لأنه هو عماد الأسرة عماد الأسرة وقف من أجلها طيلة هذه الفترة ومن هذا المنبر نحن لازم نقيف وننشر كل اللي بيحصل للمسنين نشوف حالهم كيف انت شفت حالهم في المصحة حالهم يرسل مشاكل كثيرة جدا ومشاكل محزنة جدا نحن يا اخواننا لازم نقيف جنبهم جنبا لجنب
لازم ما نزح منهم، اي شيء محتاجين له نقيف معاهم. اوكي، بعدك انا تحديدا واقف قدامكم وما بيجيكم اي حوايا طالما انه انا واقف قدامكم، والمسن لابد من ان يلقى حقه ويلقى حقه كاملا، لانه جد جد مظلوم. نحن لازم نقيف معاه ونقيف معاه بشده ونقيف معاه بحماس. ايوه، المسن محتاج لنا في الفتره دي، محتاج لنا اننا نراعيه. ايوه، فاشكركم جدا واشكر حضوركم، حضوركم الانيق الذي شرفنا. ونحن عندنا اجتماع ثاني يوم الاربعاء ان شاء الله، يوم الاربعاء ان شاء الله حنجيكم، حنجتمع بنفس الحته دي وفي نفس الزمن ده، تجونا وانتم في راسكم مستعدين للمساعده. سامعين ولا ما سامعين؟ تمام تمام. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم كثير، شكرا شكرا. واتمنى من انه اي زول نفسه داير انه تشترك معانا مرحب بيو، اهلا بيو، والله احنا مستعدين تماما، لازم احنا نقيف مع المسن. المثقف اللي بتتكلم مع الناس وتوعي في الناس، امك وين؟ اخوك مسافر، امك ما عارفه تقعد وين؟ تتكلم انت عن العجزه والمسنين؟ انت بتعرف شنو العجزه والمسنين؟ طيب ما تقعد معاك انت؟ تقعد معايا انا؟ هاي؟ انا خلاص بقاعده معاي، انا الراجل خلاص خليته، جبت شنطتي وداير اقعد معاك انت ومعاي امي. انت المقتدر بالله انت... عشان تجيني مطلقه؟ عشان تجيني مطلقه؟ والله يا اول فضل انت عارف انا داير اطلق عشان شنو؟ عشان شنو؟ انا داير اطلق عشان امي، امي ربتنا، امي تعبد عشاننا. ايوه انت عارف امي دي؟ ايوه قول لي. انت عارف ابوك مات متين؟ انت ما عارف ابوك لما مات كان عمرك سنه وانا عمري 3 سنة. أيوة ومحمد عمره 5 سنة. امي جوا الرجال دي كلهن ابتهن، قالت انا بربي اولادي، انا ما بخلي اولادي. يعني هسه يا سامي يا خططك دي ما واضحه جدا، يعني دار تطلق الراجل عشان يطردك من البيت عشان تيجي تسكني معانا في البيت الكبير، صح الكلام ده ولا ما صح؟ انا ما مستعد، ما مستعد اقبلكم انتوا في بيتنا الكبير صراحه، وخططك دي ومفاهيمك دي امشي اعمليها في حتات ثانيه بتاعت الشقه. اقول لك حاجه، قولي لي. انا مع امي لو في الشارع، في الشارع انا بقعد مع امي، انا ما بخلي امي، امي مره كبيره ومحتاجه لي انا بنتها. تعالي عليك الله، تعالي. كان عندكم كبيره بتجدعيها عشان راجل؟ ما عشان الراجل، الوالد اجينا تحت اقدام الامهات والام فوق كل شيء، اهم حاجه امي. وبرضه انا بسمع كلام زوجي. بسمع كلام زوجي؟ نعم اسمع كلام. كان قال لك ما داير امك؟ لا انا ما دايره. دربيشنو؟ شفتها؟ 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 100 مرة كلمتك قلت لك ما تدخل الناس الغرباء في مشاكلنا الخاصة، ما تدخل الناس الغرباء في مشاكلنا الخاصة، مالك بتدخل الناس؟ أمشي هذا أمشي. جيتك؟ ليه؟ ليه شنو؟ ليه ما أقف مع أمي وقصاد أمي؟ يا بنت الناس لازم. يا بنت الناس نعم. ابتسام مرتي ما بتدورة، ابتسام مرتي ما بتدورة. ما بتدورة؟ أي ما بتدور أمي، أنا بدور كيف؟ ما مرتي وما أولادي؟ تعالي تعالي كلمي خلاص، تعالي ابتسام ما بتدور، ابتسام ما بتدور يا اخوانا، كلمتكم قلت لكم ابتسام ما بتدور. انا دايره اقول لك ابتسام ما بتدور. ابتسام شنو؟ ابتسام ما مره تجيب 10 نسوان زيها، ابتسام يجيب 10 نسوان زيها. والاولاد ديل اللي بيربيهم منو؟ ها؟ الاولاد ديل اللي بيربيهم منو؟ وامك، امك توديها دار العجزه؟ نوديها دار العجزه ولا نعمل لها شنو يعني امك؟ يعني شنو فيها؟ شنو كان وديتيها دار العجزه؟ وضع علي وفضيحتي وفضيحتي وفضيحتي. مالك انت حسيت تعملي؟ طيب دار العجزه دي عملوها لي شنو؟ ما عملوها لي لا 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 عملوها للناس اللي ما عندهم اولاد، عملوها للناس اللي ما عندهم اهل، لكن احنا قاعدين ثلاثه امنا نوديها دار العجزه. يا ثانيه ثاني انا اجير، ثاني انا اجير، ثاني اجيب اجي ادفع حق الايجار، امشي اشوف لي شقه ولا اشوف لي مصيبه زمان عشان اجر لي بيت بمبلغ وقدره وكلها مرتبي كمو؟
ما هذا ما حايفين الاولاد ما حايف. حلين يا ابراهيم. يا تمسكني انا واولادي وامي كويس، يا شوف لك سرفه معابرتك دي. ما تخطيني في حته ضيقه. اخدتك. ما تخطيني في حته ضيقه. اخدتك يا ابراهيم. امسكيها انت. عني. انا بمسكها. اجر لي بيت. يلا خلاص. اجر لي بيت. بابا اجر لي بيت. انا ما بجي. نتساوم نتساوم نتفق نتفق. انا كل شهر بجي بديك 200 جنيه. ده الصرفه معاك؟ 200 200 200 دي لبن. لبن ما بتسقوا امي يا جماعه. 200 بتعمل شنو يا جماعه؟ 200 بتعمل حاجه؟ دايرتك والشريطه. خلاص زدت عليك 25 تاني. قصرت معاك؟ لا لا لا. زدت عليك 25. لا يا ابراهيم. عليك الله. انا المره دي عليك الله. زدت عليها 225. 225 قالت لا. ها؟ شنو؟ ها؟ يا زول هاي انا بقسم لها البيت الكبير. تعال تعال هنا اقسم لها البيت الكبير. شنو؟ تعال هنا اقسم البيت الكبير. ها؟ اقسم البيت الكبير النص. هي امها في نص واقعد انت في نص. ايوه اهي ده الكلام. انت ما انت الله ما انت ما بتقعد تاجر صح؟ ما بتقعد تاجر. اقسم البيت. هي امها تقعد في نص انت تقعد في نص. البيت اقسمه النص. ما نص البيت الثاني ده انا دار اجره. دار اجره. انا هديهم حق الايجار. اديهم حق الايجار. حق الايجار ليش؟ اديهم حق الايجار العشوائي. يا زول هو انت 200 جنيه بتسوي لهم شنو؟ بعدين انت تدخلك فيهم. كلامه صح. كلام منو صح؟ كلام تعال 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 تعال. اطلق المره انا؟ هاي طلقها. اولادي؟ اوه منو؟ الله عقاد بيديك لهم. اولادك امك بتربيهم. اقعدوا اقعدوا. ايوه ربيهم انا. امي بقت مره كبيره يا اخي. بقت مره كبيره. تعال يا ابراهيم تعال. تعال يا ابراهيم تعال. ابراهيم ابراهيم. شنو؟ مستطيع تدفع لها 250 225. مستطيع لاولادي 25 ما بتعمل لها حاجه. قال لك 225. ضرب لي ضرب لي ضرب لي. طيب عمل لك حاجه. ضرب لي ضرب لي 25 هزار ما بتجيبوا لها. شفت الكلام؟ اللحمه بكم؟ ها تقول لها 225. ها ما زدنا لها. بقت 200. ده تاجر نص البيت. 250 250 200 حقها هي ومن حقوقها. انت من حقها هي من حقها هي. كلكم شب كثير من حقها. ما من حقها ولا اي حاجه. ما من حقها. ما من حقها. من حقها كيف؟ ما حقها. تاجره ما ممكن يا اخي. ما ممكن. انت خليك دول عندك انسانيه. وانت دخلك شنو؟ دول بتفهم. انت دخلك دول قدر يعني تحترم امك وتحترم اختك. كلام زي ده ما بيجي. ما بيجي. تعال يا اخوي تعال تعال داير اقول لك كلام. امشي جوا وامشي سوي. تعال داير اقول لك كلام. اي الزول ده قال بديني 225. ال 225 دي بتعمل شنو؟ ما بتعمل لك اي شيء. مسؤول من امه ولا ما مسؤول منها؟ مسؤول من امه. مسؤول منها. مسؤول من امه. صح ولا ما صح؟ مسؤول من امه. كلمه وعيه الراجل ده. اي انت مسؤول من امك. عين تصرف على امك. انا صالون ما الصالون ما عنده اي علاقه بالبيت. الصالون ما عنده علاقه بالبيت. الصالون ما عنده علاقه بالبيت. تقسم البيت. في اجتماعاتي بس. تقسم البيت. ما بقسم البيت. ما بقسم البيت. ما بقسم البيت. ما بقسم البيت. ده حقها. حقها شنو حقها؟ حقها تديها حقها. ما بديها. تديها حقها. ده بيت لو دي امي وده انا حر فيها. اقول لك حاجه؟ اي اقول لك حاجه؟ والله يا ابراهيم والله يا ابراهيم ما تعمل اللي بقول لك عليه. اسوق امي وامشي المحكمه. انت تتحلف علي كده ليه؟ اي اسوق تتحلف علي كده ليه؟ تتحلف عليك. قال يا ديما يعني عشان اكبر مني؟ قال يا ديما اتصلك؟ والله يا ديما اتصلك. مدها والله يا ديما اتصلك. الراجل مدها. احسن لك يا ساميه. ما احسن لك. احسن لك. ما احسن لك. تمشي تمسك امك وتقعدي في بيتك. اقعد في بيتك. ولا امشي اتطلقي. ماشي اتطلق. امشي اتطلقي. ماشي اتطلقي. ماشي اتطلقي. ماشي اتطلقي. ماشي اتطلقي. ماشي اتطلقي. عزمة عزمة. ما تعرفش تتفق ولا تتفق. كلكم. ما بعرف. ما سلم. ما تطلق ليه؟ انت ما تطلق. هي تمشي تتطلق. انت ما تطلق. انت ده ما تطلق مرتك. هي تطلق ليه؟ انا اولادي صغار لسه. اذا انت اولاد صغار. اولاد كبار شويه. اولاد صغار. اولاد كبار شويه. اولاد صغار. اذا ده اولاد صغار. هي حلال عليها الطلاق وحرام عليك انت. يا زول دار العجزه بس. دار العجزه. دار العجزه. انا ودي الحاجه دار العجزه. انا سايقاك مرتك يا اخوي. ها سايقاك مرتك. امي يمين بده يمين. يا زلمه يا زلمه اتكلم كويس. ده مكالم كويس. اتكلم كويس. اذا كانت تضرب امك وتضرب اختك وقلبك تمسك امك معناها سايقاك مرتك. قال لك اقع البحر بتقع. خلاص وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ دي مع الحقيقه. ايه اللي سايقاك مرتك وسايقاك؟ اقسم لهم البيت بيت. الناس دي قالوا لك ادفع لهم مليون في الشهر بيت. سؤالك اكثر من كده ثاني. انا لو الحاجه دي كبرت وديها يا اخي. وديها خلاص البلد. وديها البلد. اي البلد هناك ما عندها زول.
ما عندها جميع الحبوبات، عندها البنات، عندها الشفه، عندها خرفان. تمشي هناك البلد. لو ما عندها اهل في البلد تعمل شنو؟ لو ما عندها هذا الاولاد هذا اقرب حاجه اولادها ولدين دين ما عندها. انت شايف الولد كيف؟ والله انا لو في محله ما اطلق انا ورتي، يطلقوا المراه هذيك بنت وهذا راجل. اي هاي يطلق وهذا وساطه يطلق. ايوه هاي كلام صح. يعني انت شايف انه يا يودوها البلد يا هو يطلق المراه، ما ديك بيت يا اخي، ديك بيت ما بتقدر. المراه كيف يعني؟ يطلق المراه ديك بيت. ها؟ ديك بيت يعني تمشي انت. انا اطلق براتي واجدع اولادي. أيوة. ها؟ اي عشان اقعد معي امي؟ ايوه. انت يا اخي لو يا اخي انت لو المره ما طلقها يعدل بيناتهم الاثنين، لان هي دي مره كبيره. نعم. في الاول واخر تقول ليك انت ما امه هاي امه. نعم. وديها وين ثاني كم بقت كبيره. نعم. هاي يجدع الشارع. نعم. هاي يحل بيناتهم الاثنين، يعدل بيناتهم الاثنين. تقول لا المره دي ذاتها النبي اللوم دي هي بعد شويه حتكبر اولاد. أيوة. لو عملوا فيها كده هي ايوه هاي. وكان ما عدل بيناتهم ما فايده، حياته زاد من اي فايده. صح. دار المسنين دي جديده على المعلم، معلش الزول ما عنده اهل. نعم. ممكن يودوه دار المسنين، لكن زول عنده اولاد والله انا بعتبره الولد ابن عاق. نعم. اعتبره ابن عاق. الحاجه الثانيه اذا الزوجه ما احترمت امي دي اسوي بها شنو؟ نعم. الحاجه يعني الليله انت الزوجه ممكن تجيب غيرها. نعم. لكن امك دي حتجيب غيرها؟ لا. فيعني ده 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 ده, ده, ده العيب الكبير يعني. نعم. احنا المفروض يعني الوالدين ديل يا اخي ارجلنا تحت اقدامهم. نعم. والناس زي ربونا بقونا الرجال في الاخر نجي نتذكر لهم، يعني دي عيب في حقنا والله عيب. بتفتكر انه في المجتمع هسه في حاجات زي دي بدات تحصل؟ والله دي حاجات دخيله، هي في حاجات دخيله، وللاسف الشديد انه في بعض الناس المال بيعميهم. يعني الواحد جاته قروش وهناي خلاص عمته، نسى امه ونسى انه دي ربته، دي هي اللي بقته راجل وبقته وصلته لمسوق بالشكل ده، ودي الحاجه المؤسفه يعني، مؤسفه حقا يعني. في الفتره الاخيره بدأ ينتشر فكر انه دار للمسنين وبيته للعجزة وكذا. طبعا انا اؤيد الفكرة، لكن ينبغي يكون هذا البيت هنا في القلب. لماذا؟ لان هذه المسنة وهذا المسن هما ابي واباك. نعم. امي وامك. نعم. وهما لطالما ربيا حتى كبرنا. نعم. وسهر الليالي. نعم. في سبيل ان نصير الرجال. نعم. وهذا الكلام صار دخيل على علينا نحن ابناء السودان. نعم. يعني لو زول اولاده وبناته، اقصد يعني الام بناته واولاده حيين، برضه يودوها دار العجزه ولا احسن تقعد معاهم؟ دار العجزه ينبغي ان تكون في القلب. تفهم؟ يعني خطهم في قلبه. في القلب. نعم. انا ليست مع فكره ان يكون هناك دار العجزه والمسنين. نعم. هذا الكلام صراحه فارق. نعم. وهو من العقوق. نعم. جيد؟ لا، وفي نظري ما بودي زول يعني ما الزول بودي امه وابوه الدار دي الا يكون صراحه هو انسان منتكس الفطره. نعم. نعم. جيد. لانه يعني الفيدباك او التغذيه الراجعه يعني هم قدموا، خليك من عواطفنا هم وابوه يا اخي انت رد الجميل. نعم. جيد. يعني ابسط شيء انه ما يمرقوا من البيت. نعم. يا اخي. نعم. هاي ما قلت لها شنو؟ قلت لك لا يا ولدي. هاي لكن حاجة الزراعة دي أنا ما فترنا منها. لا لا. نمشي نشوف لنا شغلة ثانية. لا لا ما في شغلة تنسمح غير الزراعة ولدي. والله كان سمعت كلامي؟ أول حاجة الحواشة دي نبيعها. لا 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 لا. أنا بقد ما بتجيب حاجة. لا لا أنا ما بهديك، منو قال لك الحواشة ما بتجيبها ولدي؟ حد اسم الله أنا ما فكرتها. تصور ما عندك. أنا ما عندي خطة، أنا كديت أسمعي خطتي. أها. أسمعي خطتي. كان عجبتك خلاص. كم ما عجبتي كاي ما يدعي البحر شنو؟ نزرع وما في قروش عشان نتعالج بها، عليك الله دي شغلة شنو دي؟ قال لك من يا ولدي ما في قروش، الزراعة سمح الواطح ذهب ذهب الواطح ما تفكها مني. ده كان زمان هسه برضه في الصبر، هسه تزرع يا ياب القمحل فيه، العدسية فيه، ما بتزرع شنو؟ والله الفول ده بقى ما بقول البصل فيه، الفول فيه، ده كله ما الواطح أنا ما بهدد عليها. ما بهدل علي ولد الناس. انت ما كده شوف انت كده يوم ما تفكر شويه، فانت ما تستعجلي ساي. لا حاشا. ما انت ما والله انت ما عاطفيه خلاص كده ما تستعجلي. انا مع الواطه دي بس. كده صبري. الواطه دي ما تبغى. انا نسلم لنا مطعم. احنا الحواشي دي كان بعناها. بس بيع. ناس ما بجيب لنا حاجه. لا 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 لا.
يجيب لنا قريشات بسيطه. نمشي العاصمه دايره المدينه. انا مش المدينه الناس الفاتوا من الريف كله وخلوا واطاتهم وخلوا زراعاتهم جا المدينه كلها اخواننا كلها. المدينه فوق شنو؟ هاي المدينه ما تكيرش من فوق المدينه. كيف فوق؟ ما فوق حاجه ابدا، ما لقوا اي حاجه. الرغيف وفوق اي حاجه حاطط طارق الرحيم. الرغيف في بلدك فيه، اللبن في بلدك فيه، البقر فيه، الضان فيه، الغنم فيه، الماء فيه. ياكل وين؟ ما في حاجه لا البلاك. قلت الرحمن في قلبك دي ما تبيع واطاتك ابدا. ما بهذيك لكن هاسع كم سنه احنا قاعدين نزرع، وين القروش هتجيبنا؟ نزرع مالو هسه احنا كم ما عندنا قروش قديمه وقاعدين ناكل من سنامنا. يوم هسه كان عايشين لحد يوم الليله بتي يا ولدي وبتزرع، لكن ما بها هذيك انا على البيع. زرع عشان الحكومه كلها تجي تقف لك صف، كلها الحكومه تجي تقف لك صف. كذي جيب 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 جبايه برضه بتديس لحاشه لحاشه. لا لا انا اشتغل اشتغل ساي، يعني اشتغل في الهواء ساي يا اما. لا لا ما لك تشتغل في الهواء ساي، قدر ما تملك لك الربع عند الحكومه الباقي عندك. الحكومه بتشيله كله؟ اي وقت تشيله. هسه السنه اللي فاتت ما شالته كله؟ ما بدي ليها. انا على شكل الحكومه انا بقدر عليه الحكومه كمان اقول لها لا. لا واحد احنا بحق جيب الا واحد وديك بدي الحكومه حقها. لكن ما زرع بقد ما بتجيب كثير، بتجيب حبه كذا. انت تفكر يا لا لا انا ما ما تعصلي على الله. علي بيع الواطا ابدا، الواطا ما بهدر عليه بيعه ولا شيء. خوني دي غنوعه كيف؟ ما بعرف. زراعة دي بقد ما فيها قروش. اصلي ما بهدر. كلام صح شنو زراعة ما فيها قروش؟ لا حاشا حاشا. ما زراعة ما فيها قروش. الذهب هاي مش الذهب، انا ما بقدر امشي الذهب. لا حاشا ذهب في الزراعة دي. تزرع زي ما داير في المحاصيل وصملة يا يابا مخدرك. البيجي كله يعرف يشيل وكيل ويفوت. ما لك يا يابا. زراعة دي. ها عاصمة فوق. زراعة دي زراعة دي. فيها العاصمة، عاصمة فوق شنو؟ شيل فيها لحاشا. ما يبيع البطة، يبيع البطة شنو؟ ها؟ هسه أنت هل لقيت العاصمة لقيت شنو؟ لقيت شنو؟ حرام. لا بس لا الدواب يقتلوه، ما في حاجة شي مهنة. ما تبيع بطاطاك أنا ما بعرف. يا حرض الله ما أزعى، الزلمة قالوا كان قعد له في حتة والرزق ما جاو، امشي فج شوف حتة ثانية قالوا فيها رزق. لا لا ما تبيع بطاطاك، ما تبيع بطاطاك أبدا، صح ولا ما صح؟ هي بالحيل، هي بالحيل الواطا ما تبيع أبدا ولا بهديك. طيب نحلها كيف؟ ها نحلها لنا عبقرية. تزرع لنا أنت يا يمه حليها. تزرع البصل، تزرع العيش، تزرع الدخن، تزرع الكبكبي، تزرع العدسيه، البصل، انا ما بتزرع فلاوي. سامح انا معاك بس على السنه دي كلها نزرعين. كلها. وانت تكوني قاعده واقفه علي وتشوفي بعينك كم ما جاب من شيء. كم ما جاب من شيء. كم شوال البصل في العاصمه اللي بتقول تقعد فوق دي شوال البصل بكم؟ انا شوال البصل. المليون اللي البصل بكم انا شوال. انا بلين في حاجه. ب 1000 بتقول انا بلين في حاجه. ها. لا والله انا ناس السماذج يشيلوا حقهم. لحاشا. ما بعرف ناس المحليه يشيلوا حقهم. لحاشا. ما بعرف ناس السماذج يشيلوا حقهم. لا والله. وانا بلين في حاجه. لا والله والله لا. انا بلين في حاجه. انا حاجتي ما بهدد. طب ما بهدد. كذا ما بعرف ناس جنس الهلاي ده وجعت لي راسي يا ولدي بالحيل. خلاص اقول لي كلام؟ اقول لي كلام؟ وجعت لي راسي. عندي حل ثاني. عندي حل ثاني. اها. الوطن خليها. انا ده في رقبتي في ريحتي انا مرقنا امشي عشان زي شغله ثانيه. تم شوي تخلي الوطن خلاها في محلها وديت خلي في محلها تفضل شوي وتم بلدك وين تمشي بتعيشي بهاي قاعده معاك بعيش انا هنا انت ماشي وين اشوف لي شغله ثانيه شغله وين في حته عرض الله نعم عرض الله واقع الا وريني كده ماشي وين بس وريني كده نصل المدينه وبعدها يا ياب المدينه يا ياب المدينه يا ياب المدينه ابو علي من المدينه المدينه ما تمت كده ها 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 وفوق شنو المدينة؟ شو فيها؟ والله ما فوق حاجة غير اللي رام الكثير الناس اللي دخلوا فيها السرقات والضرب والقتل والموت. ما انا عارف المدينة فيها شيء. انا ما اعلم لا في خدمة لا في مخدة في المدينة. كل اللي باب داق باب عليه وقعدوا. هذا فكر كويس. ما تلقى الغفير تلقى الكليب. هذيك اللي خلينا من المدينة. والله يا يما لكن والله يا يما والله العظيم ما تلقى فوق غفير تلقى الكليب ولا اللي بيعصروا ذاك الجرس يضرب ولا بدوك ولا بياخذوا خبرك المتة ما في جرس معك الجنازه مدينه شنو جاي تمشي ليها؟ لحاشا والله بينك وبينك بلدنا سمحه بلدنا سمحه مجبورين نسوي شنو؟ والله بلدنا سمحه يا يا زمان البلد دي كانت الزراعه صح ما نحن كنا بنزرع اي هسه الزراعه ما كعبه ما كعبه تم المشاريع والمويه يا اما ملك ليك الترع والقنارات ما لك يا ولدي تجي تطلب شيء في المدينه لحاشا اقعد قبلك في بيتك هناك في ريفك ده وزع زراعتك والله كريم الله كريم نعم بالخير والله ونعم بالله كريم خلاص انت اديني فرصه خليني انا اجرب حظي لا بطاطي قاعده حظك والله يا ولدي زي المشو دايلو تجيني راجع
تمشي وتجي تراجع يا كم محمد المهدي ذاتك ما فوق اي حاجه بطلع. خلاص انا جرب قالوا كل زول جرب حصه مع رايي خلاص انت تديني فرصه اني اجرب تجرب شنو ولا تخلي وطاطك ذهب وتمشي تقول لي جرب تجرب شنو خلاص انا ماشي وجاي ما داير حاجه قبل ما امشي والله ماني داير ليش الا كدي فنجان قهوه كدي بدور اشرب لي فنجان قهوه راح كحكه قول لي كرام احنا نشرب في البرنده هنا راح كحكه نشرب في البرنده راح كحكه بسم الله يعني قهوه نشرب في البرنده اه راح كحكه الله كي بدء حصاد 4 ملايين فدان في سنار 4 ملايين فدان في سنار من السمسم والعيش والمحاصيل الثانية والمطر شغال شو الشفقة شنو الشفقة شنو لاحقين السوق يعني لاحقين السوق انا ما بعمل كذي اصلا ما بعمل كذي الاربع ملايين فدان ذيل انا ما فيهم ما عندي فيهم ولا فدان هاي وبزرع والله كان فوق راس البيت ده ازرع هاي عاد اعمل شنو عاد اعمل شنو وريني اعمل شنو تزرع شنو الزراعة سوت لك شنو؟ الزراعة؟ خلتك زي الرجال ما يدك فاضية بس بتعرف تشيل الجرايد ديل بتشيل شنو غير الجرايد؟ بتجيب شنو يا يابا؟ بتجي داخل في البيت شايل شنو؟ ها والله ما أخليها مش الزراعة دي ما بخليها ما تخليها هاي ما بخليها ما تخليها أنا ما مشيت يا أخي أنا دردرت دردرة مبالغ فيها يا أخي أنا قاعد لي في اسطوب يا أخي مره يولع ومره يطفي يا اخي انا ذاتي ما عارف ابيع لمنو يا اخي ما خليت عده ما بعتها لعب اطفال ما بعتها يا اخي حنابيك يا اخي شايل لي طياره وحايم فوق وانا كبير بشبتي يا اخي تمشي تقول لي يا اخي ما تزرع يا اخي ما ازرع كيف يا اخي الاختراب ده الاختراب العيفون الناس ديل كلهم وبنوا يا يما البيوت السمحات بنوا العمارات يا يما وسكنوا النسوان في المكيفات مسكني في جحور انا مسكني في جحور مسكني في جحور اسمع يا راجل الحواشه دي تبيع وتشتري عقد بتاع عمل ان شاء الله باي ثمن وتمشي تخترب زيك وزي الرجال وتخلينا نعيش زينا وزي النسوان امشي وجهي زي حميده ها حميده عند 3 شهور كشوه جا لغته مغيره كله اهلا بيك يا حميد اهلا بيك يا حميد وانت باع الحواشه وخلى لهم الكار ويسترزقوا بيه لما جا قال لهم وين الجواد قال له الحصان ما مات قال لهم اي كترى بل الحصان مات يعني ابقى انا كذي زي حميده اسمع يا محمد أه. ما تجيب لي القصص الميته القصص الميتة كيف ما تجيب لي الناس المشو ساكت ديل المشو ساكت بدون عقد بتاع عمل تمشي انت بعقد بتاع عمل موثق رسمي وشعبي تمشي تشتغل انت تعال تجيب القروش وقت عرسيني انا لا عرسيني مهندس ولا مزارع الزراعة بقى ما فيها حاجة يا اخوي زمان الزراعة كانت بتجيب زمان الزراعة مالية يدينا مالية مخازننا لكن هسي الزراعة فيها شنو؟ ما فيها أي حاجة نحمد الله لحد لا ما جوعنا الحمد لله مخزننا مليان بالعيش ما بنمشي نفتش غير ما بنمشي برا انت السنه اللي فاتت جبت كم شوال بتاعت قمح السنه اللي فاتت جبت 45 شوال قمح شالوا منك كم شوال شالوا 137 فضل لك شنو يا اخوي الفضل يمين بالله يقول راسه ما شبعنا فيه الفضل من القمح بتاعنا معقولة يا جماعة؟ لا من ناحية أنا بجيب حصاد بجيبه لكن يشيلوه ولا ما يشيلوه دي علمه عنده علمه عند الله خلاص يا أخوي الزراعة دي ما دايرينها امشي تاني الزراعة دي ما دايرينها دايرينك تاخد ودايرين نمشي الخرطوم يا زول زي الناس نمشي نقعد في الخرطوم أيوة يعني يعني راس ما نخططة يعني تخطيطك ده ماشي الخرطوم وجيب لنا عيش
وجيب لنا سردين وجيب لنا ايس كريم ونماله وجيب لنا كذي ونماله اها 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 وانا المسكين حفيان اجارف الاسطوبات هاك عليك الله هاك هاك اشتري 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 ادع القروش القروش ادع 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 فات بالقروش يعني اقنب لك هذي اقنب لك هذي بنت الناس داير اقول لك حاجه قولي لي طوالي هسه اولادك ديل كبروا وماشيين الجامعات امشي انا اقعدهم مع فلان ومع علان ولا قاعدوا في الداخليات الكاتلهم بالجوع هي نحن نعمل لنا بيت في الخرطوم وقري اولادنا زينا وزي الناس انت تمشي السعوديه وترسل لي الريالات وفك الريالات هسكت بس هفك الريالات اي وما ازرع اخلي الزراعه كله الزراعه تطير وتطير ايش هذا بلا زرعه بلا كلام فاضي زراعه شنو عليك الله هسي طيب عليك الله بنت عمي يعني لو ان احنا كلنا سيبنا الزراعه دي تاني الناس دي بتاكل وبتشرب من وين؟ مالنا مالهم الناس يعني اخترب؟ ياكلوا الرغيف في الخرطوم ده الرغيف راقد هاي الرغيف ده اللي بيزرعوا منه والقمح ده اللي بيجيبوا منه ما بنجيبه نحن ده بيجيبوه من برا بيستوردوا المستورد يا اخويا السيقه والبيقه والهيقه يا حلالك انت استوردوه؟ هاي يا حلالك انت نايمه على حيلك اها استوردوه؟ اها هو اذا ما فكروا استوردوا وين؟ ها؟ ما استوردوا ما في استوراد ثاني مالو ما في ها؟ مالو ما في ما الاستوراد ده ما بيقروش غايته ما انا ما بعرف حاجه في ما في انا الزراعه دي كتنتها وما بدور قطعت انا كل يوم لاحقاك شايله لك لكن من لاحقاك لي انت واولادك واجي القاكم شغالين وانا تعبانه جاريه وراكم وما في اي فايده والله ما في غيره والله ما في غيره البترول ذاته ما عارفين ذاته ما شايف البترول ده انا دايما بشيل في محلات يلا كان في البترول بيجينا الاسترليني قلت لك يا ابراهيم الدقيقه الاسترليني وبتجينا الدقيقه الفيني اها بترول ما في البترول ده وين انت قايله؟ اها البترول ما في السعوديه يبقبق بق 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 بترول هنا؟ والله اقول لك حاجه البترول فيها رنمه دي بيفوق هذا بيفوق بيفوق ما شفته ما شفته الزراعه دي الزراعه هاي. ما تجيب لي خبره ما تجيب لي خبره مكتناها ما بدوره الزراعه دي ما بدوره ما تجيب لي طاري هالزراعه دي مطري عندنا طين والريبة صناعي عندنا طين انا اخلي العز ده كله وامشي انا اشتغل لي حاجه ما معروفه هناك ذات شنو والله اقول لك حاجه هاي اقول لك حاجه يا ابراهيم هاي بحت الواطه دي وسافرت بحتها ما بحتها انا اسوق اولادي ووديهن الخرطوم البش لك كرتون يبيع البيبيع منادل ورق وانا ابيع الدردمه في المدارس وفي الجامعات لكن في الحله دي تاني ما بقعد لك يا ابراهيم الحله دي انا ما بقعد فيها تاني. خلاص نتفق نخلي والله كلامك صح هسه انا ماشي خلاص ايوه هاي انا بخارج يا ايوه محمد هاي ماشي يا اخوي الزراعه دي فترتها من هنا اجل انت مطموس يا انا كل مره الحكومه طلباني اطلع من جيبي فوق كم يا اخوي الزراعه دي زمان كانت بتدينا وتاكلنا وتشربنا وتقعدنا السنه كلها نحفر المطامير وحطلنا نطلع العيش هسه بقينا ما في اي حاجه هسه بقينا ندفع من جيبنا عشان نتمها انا غني يا اخي اشتغل لي شغله اتمها من جيبي الحكومه دي اصبر لها للثاني يا اخي اصبر لها يمكن عليك بالشراب ولا كده ده بدل صبر يا اخي ده بيصبر من يا اخي والله تدبشتن بشتنا تمش تقعد لك في بيت عزابه والله تشتهي النوم ده شهوة امي خلتني انا بعلي حواش ولا بعلي بيت ما حلفت بدينا ما انا قالت اصلا بس يقعدن كذي اصلا ما بتبيعي قلت لك يا محمد دقيقه يا ابراهيم محمد عندي معاك كلام تعال دقيقه كلام بتاع شنو؟ قلت لك الراجل ده غلبني الراجل ده اقنعوا لي وسوقوا معاك انا ماشي اظبط لك الحاجه كذي اكله اسكت خليها امشي اقنعوا امشي انا برضه لك تبغى امشي اتفقت علي انت واختك؟ لا عين شوف اخوي شوف اخوي والله البلد دي والله الزراعه دي بقت ما بتجيب اي حاجه انت هسه الزراعه دي جايبه لك حاجه انا ما العين انت هسه ربحتها بس نزعلك السنه اللي فاتت ربحتها جبت العدسيه جبتها 18 شوال وينين؟ شفت ادوك لين؟ العدسيه ما ادوني لهم كلهم العدسيه انا ما مشارك فيها وفيها بس فيها ضريبه حقت هناك ضريبه مويه ربحتها لكن طيب انت تشتغل تمرق بحقك يعني طيب ما كان تخلي قروشك في محلها وما تزرع تكون قاعد مرتاح جابرك شنو؟ المساله بقت عاده يعني المعنى كذي بقى ما زرعتها لا عاده اللي لبتين احنا نخليها والله بخرم لها عديل كذي بتقريف طيب انا اديك فكره هاي انت خلي اولاد عمك ما شاء الله كثيرين اها
اجر لهم الحواشه وال لا 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 دي خيبه دي خيبه اسمعني انا قاعد اجر لهم لا لا انت ما قاعد نحن ما نعمل تيستا نحن نجرب تيستا وين تيستا دي يعني معناها انا وانت نمرق من البلد دي نمش المدينه ناخذ لنا سنه نجرب حظنا ان بقى القناة نابعة ولقينا شغلة سمحة نواصل لقينا قروش ان بقى القناة شغلة مي نابعة وما في اي حاجة حواشاتنا قاعدة وردنا قاعدة وبيوتنا قاعدة نجي راجع لبيوتنا هزول هاي تم مضمون وانا دي فيها حاجة كده انا عملتها والله بجرب حظه عملتها والله بعت قصب سكر بعت قصب سكر شلته في راسي ده لحد ما انصلح انت ما مشيت براك لكن ما انت ما مشيت براك انا عندي ناس هناك اخوي عندنا شغالين في السوق ناس الزمن ده هاي من الناس شغالين في السوق ولا معي قروش والله انا الناس اللي عندي قدر سبيب شعرك ده طيب ما خلاص الحكايه لكن بيزاوغوا بيزاوغوا لا لا انا ناس ماشي بيت معاك يقول لك والله العظيم هاي هاي نحن ما من بيت مع زول نحن بناجر لنا بيت برا انا ما محتاجين ناجروا بيش ناس ما محتاجين انا عندي القروش انت ما عليك انا عندي ما قلت عسي امك حمتك تبيع اي حاجه يا اخي ما عندي قروش ثاني غير الوطا وليه التلتلة ما نزرع هنا قبلنا ما مزرعه ما جابت نجرب حظنا في حاجه ثانيه نجرب حاجه في حاجه ثانيه يا اخي انا خليني يا اخوانا الزراعه دي بتجيب اخوانا اتكلم النصيحه الزراعه هي المصدر الاساسي للشعب السوداني كله ونحن والله بترولنا زي ما العالم عندها بترول نحن عندنا بترولنا الزراعه نيلنا من شماله لجنوبه كله بترول وارضينا نحن ذهب والله الحمد لله اولاد مزارعيه والان زارعين وبنجي الخرطوم عشان نطلع مصاريفنا ونرجع لحصادنا والمصاريف هناك ما في يعني والله طبعا المصاريف هي موجوده لكن الخرطوم دي زي ما بقولوا عليها الزول بيجي اول حاجه يرفه يغير جو وبعد ذاك كمان يشيل مصاريفه معاه جاي شغل هنا والله بنجي نشتغل وهسي الان انا قاعد اشتغل في السوق اذا انت بتشتغل هنا معناها انت الزراعه ما ادتك لا بالعكس الزراعة أدتنا لكن الزول البحر ما بيها بزيادة أنا مزارع وقد أكون أقدم مزارع في السودان نعم. يعني مش زراعة بالطريقة بتاعت مزارعين دي نعم. أنا من الناس اشتركوا فتح الزراعة الآلية في السودان نعم. من سمسم أقد المقينس هبيلة لين ارتتي نعم. الزراعة المطرية نعم. والزراعة المروية نعم. الليلة الكارثة نعم. هي مش في ديل ازرعوا ولا ديل جو خرطوم نعم. الكارثة في المدخلات الزراعية نعم. أنا آخر تركتر اشتريته سنة 94 ب 300 ألف نعم. الليلة التركتر ب 200 مليون جنيه نعم. المدخلات الزراعيه بكل انواعها كارثه نعم ولو مشيت كل سجون السودان بتلقى 90% من المزارعين في السجون خلاص يبقى ما في زراعه ولا في كلام المراه اصدق من كلام الرجل قبيل نعم ما في زراعه هو اعترف انه جاب 45 شوال وادوه 8 شوالات نعم. ده على المروي نعم. المطر اذا الفدان جاب 10 شوالات نعم. انت بتطلع مطلوب 14 شوال نعم. من البنك الزراعي نعم. يبقى ما في زراعه وزراعه انهارت أنا من الناس استلموا الزراعة للشركة العربية للاستثمار 200 ألف فدان نظيفة تزرع 20 ألف الشركة العربية للاستثمار بتزرع 20 ألف ما بالك المواطن السوداني يزرع شنو فيها 18 دولة عربية تزرع 20 و 30 ألف فدان يبقى ما في زراعة ونحن ما نغش نفسنا وأصدق دليل على ذلك شوال القمح بيكم شوال البصل بيكم شوال العيش بيكم يبقى كلام نحن لما نتكلم عن الزراعة حقه بال أول الناس تكلم عن المدخلات الزراعية لأنه زراعة مدخلات مش أرض يقول عندنا الواطة عندنا الموية كلام ما عنده معنا المدخلات اللي بتزرع بها نحن عندنا أرض بتاع الزراعة وعندنا كل شيء وعندنا ناس مزارعين لكن الإمكانيات أي شيء بيتوقف على الإمكانيات والله الزراعة دي أنا بقول ما بنفضلها بأي حاجة لكن الشيء دار إمكانيات ما متوفر عليها حاجة ما متوفر عليها حاجة الناس يعني لو متقيف صح كده نحن والله الزراعة دي لو وقفنا فيها أرضنا دي وقفنا فيها تكفينا تكفي خيرنا مش نحن انتوا طرقتوا موضوع يمكن يكون أهم وأخطر موضوع بهم أي إنسان في العالم وهو الزراعة لو ما الزراعة لما كانت الحياة نحن ربنا حبانا بأرض خضر شاسعة ممتدة وحبانا بنيل عظيم يفترض أنه نكون من أغنى الدول في العالم ويعني احنا كنا فعلا عندنا اكبر المشاريع انا من ابناء نهر النيل منطقه الزيداب من اول المشاريع الزراعيه اللي انشئت في السودان واهلنا وعمامي وكلهم والان المشروع والله عندنا حواشات هسه بقت اطلال كويس اصبح كلهم اولاد امامنا كلهم جو نتيجه للاهمال من الجهات المختصه
بالزراعة. يفترض إنه كل الدولة تقوم بواجباتها نحو الإنتاج وده نحن بدون إنتاج، وده خلى الدولار ينزل وخلى البلد تغلى لأنه نحن ما بنلتفت للإنتاج. وأهم حاجة ربنا أدانا لها هي الاهتمام بالزراعة، ولو اهتمينا بالزراعة والله هي حيترخص والرخاء يعوم والدولار ينزل ويكون عندنا منتجات نقدية. نحن كنا أهم دولة بتنتج الصمغ العربي، أهم دولة بتنتج القطن، نحن عندنا قطن طويلة الطيلة معروف في العالم كله، وعندنا يعني وبناء على الزراعة كانت عندنا أكبر ثروة حيوانية في في في, في العالم كويس. وده كله هسه انتهى لأنه الاهتمام أصبح معدوم بالزراعة وبالمزارع. عشان كده المواطن المسكين ده كونه يجي عشان يزعى ورزقه ورقمة عيشه، لو لقى كان فايدة في إنه يزرع ما كان خلى الزراعة بكل بساطة. يعني نحن مزارعين أولاد مزارعين، الجزيرة انتهى تعرفوا كلكم، فيهم مصانع فيهم محالج يعني ما تصدقها كلها انتهت. السكة حديد يقلعوها، ها سكة حديد تتنفي كده بنية تحتية بركات نهوها كلها، كل القنافر كل عندك الحصحيسة عندك من هو ده بركات مصانع ومحالج وكل الجزيرة تبقى فكيف فيها الحمير كويس. انتهت مزورة الجهات المختصة خلاص جون في طابت قالوا، والآن يخرج من جزيرة من النعاش ومن ديك نزل للآخر خلاص معك. وين مشروع الجزيرة كله وينه؟ وين مشروع التورة التيلة وين؟ ها وين الأقطان اللي كان في 10 مخازن في السودان؟ نعم. وين مشهد؟ ها؟ أستدي ولا حاجة، بقينا نحن قاعدين جينا هنا عشان نعيش.